هاد البنات هادو ديما كنشوفوهم بجوج ما كيتفارقوش كاع مع بعضياتهم، كيفوتو منايا كيركبو في طاكسي بربعه نتاع البنات ماشي غير زوج، كشتنا شلا حوايج. اللهم هذا منكر، شو هو السمعه نتاع الاسلام؟ واش حنا دروك في دوله اسلاميه ولا في دوله يهوديه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خوتي المغاربه خوتي العرب، هادشي شتنا واحد الفيديو راه صدمنا. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. هادشي هذا راه خطير، وحنا كنديو الرساله للمسؤولين. الله يرحم الوالدين، هاد المسؤولين اللي راهم قابضين البلاد. هادشي اللي حنا نشوفوه في الفيديوهات وهادشي هاد المنكر اللي شتناه راه حرام. الله يجعل ربي يخلصهم. هادشي حرام، دوله اسلاميه باش ندير هادشي هذا؟ فهمت؟ هاد الناس هادو شوهوا لنا بنات المغرب، شوهوا لنا بناتنا، وشوهوا لنا خواتاتنا، وشوهوا لنا مواتنا، وشوهوا كلشي. وباش تمها عاد تقول هادشي فيديو هذا راهم كانوا غير يضحكوا وكانوا يزعقوا، قولها عيب عليك، حرام عليك. باينه راه الامر ما يعجبش بهذا الشيء، هذا راه هادشي ما يتقبلوش الراي العام. والله تدخل السلطه في هذه المسائل، هي اللي غادي تكلف هذه المسائل هادو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.